نفسي بشد حيلك معي أنا سما. كتير سمعنا بالفترة الأخيرة عن غاز السارين واستخدامه كسلاح حرب كيماوي. اليوم رح نعرف شوية معلومات عن غاز السارين وكيف بيتم الإصابة فيه وشو أعراضه وأساليب الوقاية منه. خليكن معنا. غاز السارين أو اللي بيتسمى بالعامية غاز الأعصاب هو نوع من أنواع الغازات القاتلة اللي بيستخدم بالحروب. هو غاز عديم الريحة وعديم اللون تماماً، والريحة يلي بتنتشر وقت استخدامه بتكون نتيجة التفجير، لأنه بيتم نشر غاز السارين بتفجير وإطلاقه بالهواء، وبتتم الإصابة باستنشاق غاز السارين أو بشرب مي ملوثة فيه أو بأكل أطعمة ملوثة بهذا الغاز أو لمس أي سطح ملوث. طيب شو أعراض الإصابة؟ يعني بما أنه غاز السارين ما له لا لون ولا ريحة، فشو الأعراض اللي ممكن يلاحظها المصاب ويعرف أنه هو أو حدا من اللي حواليه مصاب؟ الأشخاص يلي تعرضوا لجرعة خفيفة أو متوسطة من غاز السارين عن طريق تنفس الهواء الملوث أو أكل طعام أو شرب مي ملوثة أو لمس أسطح ملوثة بالسارين، تظهر عليهم بعض أو كل الأعراض التالية خلال فترة تتراوح بين ثواني معدودة لساعات بعد التعرض للسارين، والأعراض هي بالترتيب حسب شدة التعرض والإصابة: سيلان أنفي، تدميع شديد، احتقان بالطرق التنفسية، زيادة المفرزات القصبية، تشنج القصبات وضيق النفس، إسهال، صعوبة الرؤية، هياج عصبي وتصرفات هستيرية، ارتفاع ضغط الدم، نقص أكسجين شديد بيلحقوا شلل عضلي وبطء بالقلب، وبعدين هبوط الضغط، توقف التنفس والوفاة. طيب شلون ممكن تكون الوقاية من الإصابة بغاز السارين؟ الوقاية بتكون بالابتعاد الفوري عن مكان انتشار الغاز السام والانتقال لمنطقة بعيدة هواها نظيف وما له معرض للغاز. وفي حال انتشار السارين برات البيت، لازم الناس تدخل عبيوتها فورا وتطلع على الطوابق الفوقانية بعد تسكير البواب والشبابيك منيح لحتى ما يدخل الغاز. وبهي الحالة من الخطأ أنه الناس تنزل على الأبو أو الملاجئ، لازم تطلع على أماكن مرتفعة لأنه غاز السارين أتقل من الهواء وبينتشر بتركيز عالي بالمناطق المنخفضة القريبة من سطح الأرض. أما اللي تعرضوا لغاز السارين فأول شيء لازم يشقوا ثيابهم وما يشلحوها من الرأس مشان ما يلامس الغاز الأنف والتم ومناطق تانية من الجسم، وبتنحط الثياب بكيس نايلون وبتنربط منيح لأنه الثياب بتضل محتفظة بالغاز. بعدين لازم ينغسل الجسم بسرعة بالمي والصابون ويضل بالمي حوالي نص ساعة، وإذا كان المصاب عنده اضطراب بالرؤية أو حرقة بعيونه لازم يغسل عيونه بمي نظيفة لمدة 15 دقيقة. وبالنسبة لاستخدام الكمامة، ما بيكون كتير مفيد بهالحالة إلا إذا كانت من النوع اللي بغطي الأنف والتم وداير مدارهم بشكل كامل لتخفيف استنشاق الغاز. طبعا هاي الإجراءات لازم تتم بسرعة كبيرة لنقدر ننقذ المصاب، وفي حال توفر الأدوية فلازم نحقن المصاب فورا بحقن مادة مضادة اللي بيستعملها عادة طبيب الإنعاش، وهي بتحتوي على أدوية مثل الأتروبين، براليدوكسيم والفاليوم لحتى تلغي مفعول وآثار غاز السارين السام ومنع الاختلاجات العضلية، وبالتالي إنقاذ المصاب خلال فترة ما بتتجاوز ساعة من الوقت. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سمان.